رحل الشيخ وهو يحاول إيقاظنا من غفلتنا، فبقينا نائمين حتى استيقظ هو بجوار ربه الكريم. بعد الشارة نتحدث عن خسارتنا. في ناس بهالدنيا بتكون شايفة إشي إحنا مش شايفينه. سألت حالي كثير، كيف وصلوا لهيك؟ كيف شافوا شيء غير عادي وراء العادي كما حصل في هذه الرؤية؟ يا من تبحثون عن الأرزاق، هناك من يبحث عما هو أثمن من الأرزاق، يبحث عن حريتنا وعزتنا وكرامتنا. لا تشترى، لا تباع الكرامة، لا تشترى ولا تباع، بل تنتزع انتزاعا. الرؤية اللي قصدت أحكي عنها هي رؤيته كيف يرى في حياتنا العادية في التسوق خيبة، ويرى ما وراء الحقيقة حقيقة، حقيقة أن كل ما نحن فيه لا يستحق، فاستيقظوا. المشكلة مش في رؤية الشيخ لوحده فقط، يبدو أن الرؤية بالحق تنتقل بين المرء وزوجه. فزوجة الشيخ خضر تنبأت قبل الاستشهاد فقالت برؤية الحق: الحقوا خضر قبل ما يموت، الحقوا خضر قبل ما تيجي يوم من الايام على باب بيتي بهذا الكم تسمعوا وتيجي تطلبوا، يعني تترحموا على الشيخ وتهتفوا لي كلياتكم يا شهيد ارتاح ارتاح وانا مواصل الكفاح. وصار الذي قال، وها نحن نردد يا شهيد ارتاح ارتاح. ولكن مرات بختار لي هو الشهيد بس ارتاح من العدو ولا كمان منا يا ترى؟ يا قادر يا قاتل، يا قادر يا قاتل، الناس كلها شافت الفيديو على ما أعتقد بعين الفخر بالأطفال هؤلاء، وأنا كمان، ولكن شفته بعين الفخر وشيء ثاني معه، هو إنه الجيل الحالي ما فيه فايدة. فأمل الثأر للشيخ هو هذول الأطفال لما يكبروا، أما الكبار الحاليين فمش فاضيين. ولكن لحظة، الكبار ليش مش فاضيين؟ وين كاينين؟ والله يا حفيظ العمر والسلامة كانوا مشاركين في مؤتمر تأسيس إسرائيل اللي تبين لاحقا إنه احتفال. له يا أبو العلاء، وشو اللي بتحكي فيه؟ أنت زلمة إعلامي، عمين بتلمح؟ والله يا جماعة أنا ما بلمح، أنا بصرح قاعد وعن سلام فياض اللي شارك في هذا المؤتمر. ولكن بعد ما شارك قال: لو علمت أن مؤتمر تأسيس إسرائيل سيأخذ منحى احتفالي ما شاركت. لا، وانت الشهادة يعني وطنيتك ذبحيتك من أيام دايتون، ومين يشهد للعروس غير دايتونز؟ والله إحنا في مأزق يا جماعة. سلام فياض دبلوماسي فلسطيني، لازم نلاقي له مبرر بمشاركته بهذا الاحتفال. فشو المبرر يا ربي؟ شو يا علاونة؟ شو لقيتها. هو ذهب إلى هناك ليدرس الفكر الصهيوني ويتعمق به أكثر، ومنه كمان بشوف البلاد جوا في الداخل وبتحمس أكثر ليحررها. يعني أكيد بعد المؤتمر مثلا سهر له سهرة من اللي عيب نوصفها يعني، وهيك بكون أخذ تحفيز إنه يرجع يحررها. اللي بعده مشان الله. 75 years ago, a dream was realized with Israel's Independence Day. After the greatest tragedy in human history, the Jewish people could finally build a home in the promised land. Today, we celebrate 75 years of vibrant democracy in the heart of the Middle East. رئيسة المفوضية الأوروبية احتفلت بقيام دولة إسرائيل، وحقها جدا. ليش؟ مش عشان المصطلحات الرنانة تبعتهم، حرية الشعب ومأساة اليهود، لا 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 إطلاقا. اليهود ما هم كانوا مرميين في أوروبا يا جماعة، ومبهدلين القارة الأوروبية، سواء اليهود الشحادة اللي كان علي عليهم أو اليهودي الغني اللي كان مغرقهم بالربا والرهن والمؤامرات. لهيك يوم خروج اليهود وقيام دولتهم هو عيد لأوروبا. بس سؤالي هو، السياسيين الأوروبيين مصلحتهم هيك، طيب والسياسيين العرب ما حسوا بنكبة، بنكسة، بوكسة؟ طيب بوكسة أبدا يعني ما في إحساس ولا بإشي. بس أنا صراحة لقيت وأخيرا من يمثلنا كعرب، لقيت سياسي محنك يجيب لنا كل حقوقنا. الآن رح أعرض برنامجه السياسي عليكم وشوفوا، يعني هو مش نخبوي ولا شعبوي، ممكن تقولوا حيوان، يعني مش حيوان همجي، يعني بتحسه هيك منطلق. وليش أحكي كثير؟ أيوة تعرفوا عليه. أنا بالشوك. أغيب ما أنا بألم، أنا بالشوك بالضبط. أنا بطالب بتعيين هذا الغراب يعني هيك مسؤول كبير على مستوى الدول العربية، أتوقع وقتها رح يجيب لنا حقوقنا، وعلى الأقل لو ما جاب حقنا بيكون نزل علمهم. ومين يعني في السنوات الأخيرة استرجع ينزل علمهم؟ قضى
في السجن وهو مضرب عن الطعام نحو 3 شهور وهو في الجوع، يعني هذا يبعث على الغصة وعلى الألم وعلى الحرقة في القلب. إحدى التغريدات لناشطين السوشيال ميديا اختصرت القصة فقالت: التايم لاين الفلسطيني منقسم قسمين، قسم يشتم حماس والجهاد الإسلامي والمقاومة بحجة تخاذلها عن نصرة الشهيد خضر عدنان، وقسم يشتم فتح وأجهزة السلطة بحجة محاربتها للشيخ خضر عدنان. طيب انتوا مين ووين كنتوا؟ يعني كلنا قصرنا بحق الأسير الشهيد خضر عدنان عليه رحمة الله، وجيشه كانت زوجته وأطفاله وأصدقائه. وختاما يا سادة، دمتم بوطن لم يستيقظ بعد، دمتم بقضية.